وصل 194 عاملا مصريا إلى معبر سجدير التونسي قادمين من ليبيا في انتظار نقلهم إلى مصر. يشار لأن العمال المصريين كانوا محتجزين بمركز الكراكيم التابع لمدينة مصراتة الليبية جراء توقيفهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الجفرة خلال الشهرين الماضيين. عودة للأنباء المحلية، افتتح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب محطة توليد كهرباء بنها بقدرة إجمالية تبلغ 750 ميجا وات، وتقام المحطة على مساحة 23 فدانا على طريق كفر شكر بنها بناحية مترادي بمحافظة القليوبية، وتعد أحد مشروعات خطة قطاع الكهرباء الخمسة الحالية لتوفير طاقة كهربائية صديقة للبيئة. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي قاعدين نزود في قدرات الانتاجيه، فطبعا دي من المحطه. على فكره المحطه ديت يعني سبق البدايه فيها من فتره من الزمن، وابتدت في التشغيل التجاري يمكن اواخر العام الماضي اوائل هذا العام الحمد لله. يمكن احنا متاخرين حتى نفتحها لمده شهرين ثلاثه، لكن هي برضو من ضمن الخطه الموضوعه لمجابهه احمال الصيف والمجابهه الاحمال بصفه عامه الحمد لله. هي زي ما عملنا احنا محطه العين السخنه دي محطه بنها، وان شاء الله برضو في استكمال المحطات الاخرى الخاصه بشمال الجيزة ومحطة 6 اكتوبر. ده بالاضافة ان احنا زي ما قلنا لحضرتك احنا برضو اهتمينا جدا بالقيام بعمليات الصيانة في مواعيدها بالظبط. لغاية دلوقتي احنا واصلين حوالي 93% من الخطة او اكتر حتى 93% من الخطة الموضوعة، وعلى نهاية هذا الشهر ان شاء الله هتنتهي 100%. كما افتتح المهندس إبراهيم محلب المستشفى التعليمية الدولية التابعة لكلية الطب بجامعة طنطا، وعقب الافتتاح تفقد رئيس الوزراء عددا من اقسام المستشفى واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالي حول المستشفى الذي أشار إلى أن أرضه خصصت في السبعينيات، ولكن تعثرت عملية إنشاء المستشفى حتى التسعينيات، ثم مرت مرحلة التجهيز بظروف مماثلة حتى بدء التشغيل التجريبي للمستشفى في أغسطس 2014. كثيرة، والسيد وزير التعليم العالي في خطته المفروض التوسع في التمريض، مش بس عشان يعني كثير من المشروعات احنا بنفتتحها وبتبقى المشروع كامل والأجهزة موجودة، ولكن ما بنقدرش نشغلها بكفاءة 100% لعدم وجود أطقم التمريض. وبالتالي إذا التمريض ده مهنة هامة جدا، مهنة محترمة جدا، مهنة ليها ثوابها في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة. وبالتالي إن شاء الله يعني نتوسع في هذا المجال لمصر ولخارج مصر إن شاء الله.